لو ما انسحبت القوات الأمريكية وانتهت المهلة مات الاتفاقية وما انسحبت. قلت له يوم 31/12/2011 الساعة 12 ودقيقة منتصف الليل 12 ودقيقة إذا ما سحبت أعلن المقاومة وأنا رئيس المقاومة. قال هالشكل قلت له نعم. هو وصل الخبر للجماعة هناك قالوا له المالك يسويها المالك يسويها أنت الرئيس عن رئيس أنت الرئيس عن رئيس دولة بكيفك يا هو يصير أنت الرئيس عن رئيس شفنا ولا نشوف يمشي الربع عدوانك خوف يوسف هاي ودول اخوانك شم شق شق وانت تروح ما يحبونك وانت تحبهم شقد باعوا